مساء الخير عليكم، يوم جديد ان شاء الله يبقى فيه اخبار جميله ويبقى محمل بالامال الكثيره، ايضا فقره اخباريه النهارده. كمان لابد ان نتقدم بالتهنئه لكل اقباط الشرق بعيد او باحد الزعف، احد الشعانين اللي هو تمهيد للاسبوع كله حتى عيد القيامه المجيد. في هذا الأسبوع اللي بيسمى The Holy Week أو الأسبوع المقدس، هو النهاردة عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم، استقبل من شعب أورشليم بعد سبت لعازر، إقامة لعازر من الموت، واستقبل استقبال الملوك لأنه ملك السلام بالفعل، واستقبل بالنخيل وبالزيتون، أوراق الزيتون. والنهارده قداسة البابا تودروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أقام قداس أحد الشعانين في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون بدون حضور شعبي مؤكد، بحضور مجموعة من الأساقفة وأيضا مجموعة من الشمامسة. هقول لكم يعني قداسة البابا قال إيه، لأنه يعني مهم هذا الكلام. البابا ذكر عن زكا العشار، زكا كان في أثناء دخول السيد المسيح يعني وقف على الشجرة، كان عنده أمل أن يرى السيد المسيح لو لمدة دقيقة واحدة. هذا الإيمان جعل السيد المسيح يقول له لا أنا جاي بيتك كمان النهاردة، أتعشى معاك في بيتك يا زكا. ومن هنا أخذ البابا هذا المثل، يقول أن احنا في بيوتنا أيضا طبعا يعني هذا أسبوع بتبقى الكنائس كلها مكتظة بالصلوات، وهو أسبوع ممتلئ بفعاليات كثيرة جدا في الكنيسة. عندنا خميس العهد وهو العشاء الرباني، العشاء الأخير الذي تعشى فيه السيد المسيح وأخذ العهد مع التلاميذ، والجمعة العظيمة التي صلب فيها السيد المسيح، ثم سبت النور، ثم أحد القيامة المجيد. البابا قال إنه هذا الدخول يمثل كان دخولا نبويا وملكيا وشعبيا. نبويا لأن هناك نبوءات في العهد القديم بدخول السيد المسيح إلى أورشليم بما شوهد بالضبط وبما حدث بالضبط، كانت النبوءة في سفر زكريا، وأيضا ملكي لأنه دخل كملك للسلام. إسرائيل يمكن كانت تبقى عايزة ملك أرضي، لكن هذا ملك سماوي وشعبي، لأن الشعب أيضا كان يقول له بالاستقبال الحافل أوصلنا في الأعالي، أي خلصنا في الأعالي. كل عام وأنتم بخير، هذه أيام مباركة. خلينا طيب نطلع لتقرير دلوقتي، خبر يهمك، وبعدين هنرجع نتكلم على بعض الأخبار المهمة جدا، سواء اللي حصل في محافظة الدقهلية بالأمس ومعانا مداخلة، سواء أيضا علميا موضوع دفن الجثث اللي أصيبوا بفيروس كورونا يعني ممكن ينقل ولا لا. هنتكلم نفسيا كمان عن تعامل المواطنين نفسيا في هذه المرحلة مع الأزمة الحالية بعد هذا التقرير. طبعا الخبر بتاع الحكومة النهاردة والقرار المهم اللي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية العمالة الغير منتظمة. احنا عارفين البلد بتمر بظروف صعبة بتاعت الفيروس بتاع كورونا، والعالم كله بيعاني من الظروف دي كلها. فالرئيس عبد الفتاح السيسي خد القرار النهاردة بتاع توفير مليون وربع مليون جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة، ده حقهم. انا قريت خبر ان الداخلية بتوفر سلع للمواطنين في احد السلاسل الكبرى يعني، وانا بشايف ان دي حاجة كويسة يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها، ان الناس ما تستغلش علو الاسعار، لان الناس اصلا بقت تخاف اصلا تشتري حاجات دلوقتي، والناس بقت تخاف تنزل، فهي لما هتسمع حاجه زي كده خلاص تتعامل عادي وكله بقى يعدي ان شاء الله الفتره اللي احنا فيها دي. قريت خبر النهارده ان منظمه الصحه العالميه بتقول ان فيروس الكورونا ما بيتنقلش من خلال المتوفى، وده طبعا اللي حصل في قريه في الدقهليه، يعني
الاطباء دول يعني بنقول هم الجيش الاول لمصر في الفتره الحاليه دي وفترات كتيره، ما يصحش لا من الدين ولا من الاخلاق ان يتعامل معهم كده. هو اصلا الطبيب ده اتنقل له عدوى من مريض، لو الاطباء كفوا ان هم يعالجوا المرضى يبقى هيبقى وضعنا ايه؟ انا قريت النهارده خبر في احدى الصحف الحكوميه ان الدكتوره هاله زايد بتوفر كل احتياجات لأطقم الطبيه، وده خبر طبعا بيسعى كل المصريين، وده اهتمام الدوله تحت ظل قياده الدوله السيد عبد الفتاح السيسي ربنا يحفظه، والرعايه الكامله لكل المواطنين. والدكتوره هاله زايد ربنا يجزاها خير عننا كلنا، اتحركت وجابت العالم كله وبتوفر، والقوات المسلحه من خلال القوات المسلحه ووزاره الصحه بتوفر كل الاطقم الصحيه للمواطنين حفاظا على الشعب المصري وكل المواطنين المصريين. طبعا يعني اللي حصل امبارح في محافظه الدقهليه وتحديدا في قرية شبرا البهو يعني حاجة غير إنسانية، وده طبعا يعني كان وراء زي ما يعني جاءت المعلومات قوى الشر اللي موجودة. الإخوان أشاعوا في لحظة كده أنه الدكتورة سونيا وهي كانت حاملة لفيروس كورونا وتوفت، قالوا أنها يعني يا جماعة دفنها ده هينقل للقرية كله الفيروس. و التناقض بقى الغريب جدا، كم التدافع وكم الزحام اللي حصل امبارح، هو ده اللي مش هيجيب لك كورونا، وانك انت تمنع دفن طبيبه قامت بدورها بدل ما يعني تشكرها وتترحم عليها وتدعي لها، يعني قمت تدافع علشان ما تدفنش. يا اخي ده انتوا ما عندكوش يعني اي نوع من يعني ادنى المشاعر الانسانيه. طبعا يعني يشكر الحقيقه دكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه انه اطلق اسم الدكتوره على واحده من المدارس في القريه، وده يعني رمز للوفاء لهذه الطبيبه، غير انه افادت وزاره الداخليه ايضا ان بعض الخارجين عن القانون بمنطقه المدافن بقريه شبرا البهو بمحافظه الدقهليه حاولوا منع اجراءات دفن إحدى السيدات وهي طبيبة توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد استجابة للشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع انتشار المرض، وبيتم التحقيق معهم دلوقتي وعرضهم على النيابة. يعني احنا بنحاول الحقيقة نتصل بدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لأنه المسألة يا جماعة في يعني أولا في يعني تدافع تجاه ان احنا نصدق الشائعات رغم التحذيرات المستمرة ان انتوا لا تنساقوا وراء هذه الشائعات. في عندنا ما زلنا مشكلة وعي كبيرة جدا. منظمة الصحة العالمية زي ما شفتوا في التقرير قالت انه الجثث ما بتنقلش الفيروس طالما بيتم معها التعامل يعني بشكل وقائي بشكل جيد جدا، في حد بيلبس قفازات وبيعمل عمليات الدفن ثم بيتخلص من الملابس والقفازات، لكن الجثة نفسها ما بتنقلش. هناخد فاصل ونرجع نواصل بعض الأخبار، إن عندنا أخبار هامة جدا. يعني نقول ايه، نبوس ايديكم خليكم في البيت. يعني معانا يعني على الهاتف الحقيقه سياده المحافظ الدقهليه دكتور ايمن مختار. يعني سياده المحافظ اولا اهلا بيك، وانا عندي اولا امتنان وشكر وتعجب، الامتنان والشكر ان حضرتك اخذت قرار باطلاق اسم دكتوره سونيا على المدارس، فبنشكرك شكرا جزيلا على هذه المبادره سياده المحافظ. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالاخوه المشاهدين، ويعني ده اقل واجب يتعامل مع المرحومه الدكتوره سونيا، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. يعني دكتور ايمن، يعني الحقيقه التعجب من المنظر اللي شفناه امبارح، لانه يعني حاجه غريبه جدا. يعني هل الناس يعني واحنا يعني لا توجد حتى عندنا رفاهيه الوقت ان احنا نقعد نغازل في الناس ونقول عندهم لا جزء من الوعي، هل هناك أزمة وعي يا دكتور أيمن؟ لا والله يا فندم، هي القصة مش كده، يعني هي القصة إنه اللي حصل طبعًا ده غير مقبول على الإطلاق، وإحنا طبعًا كلنا في المحافظة
بالنيابة عن نفسي والأصالة عن كل محافظة الأهلية، بنعزي الفقيدة وأسرتها في اللي حصل. ولكن هناك مجموعة من الناس يعني بيتم ترويج إشاعات، أنت عارف حضرتك إن المتوفي بيطلع منه فيروس كورونا والكلام ده، طبعا هذا الكلام الناس يعني فهمته، وهم يمكن العدد اللي طلع في القرية ما بيعبروش حتى عن عدد القرية نفسها، يعني القرية لكن فيها آلافات اللي موجود، حضرتك لو الصور موجودة أو بتتعرض هتلاقي اللي موجود 150 واحد 100 واحد بالكثير، فده ما بيعبرش عن الوضع العام في القرية. يعني أنا كان سؤالي تحديدا يا فندم على درجة الوعي، لأنه هل من المعقول إن هم يصدقوا الجثة بتطلع فيروس؟ لا يصدقوا، في ناس بتصدق أكتر من طب كده. طب والتكالب كمان اللي هم فيه والاقتراب اللي هم فيه؟ يعني ما فيش مشكلة. بص فندم، احنا خدنا اجراءاتنا كدولة، نعم، وكحكومة، والقوات الامن نزلت، سجن الامن بنفسه ومعاه كل السادة الضباط المسؤولين عن تنفيذ القانون، واحنا كمحافظة خدنا الاجراء المعنوي اللي رد حق الدكتورة رحمة الله عليها. فيعني الحمد لله الدنيا مشيت بشكل كويس، وكل واحد يعني يتحاسب وياخد جزاؤه، يعني وحتى تم القبض على اكثر من 21 واحد، والنيابة والمحامي العام بيتم امر بالتحقيق معاهم. يعني اذا الموضوع انه وراء لجان الكترونيه لجماعه الاخوان الارهابيه يا فندم. والله يا فندم انا عايز اقول لك يعني وارد انه في الايام اللي احنا فيها يحصل كل حاجه في الدنيا يعني. طبعا. فيعني ربنا يعدي الايام. لا وهم يعني هم بارعين جدا في اصطياد في الماء العكر يعني. اكيد يا فندم اكيد يعني. تاريخهم قبل كده كان مشهور لهم بده. طب سيادة يعني المحافظ يعني ايه يعني نطلع منه بالحادثه اللي حصلت دي، يعني علشان نزود من وعي اهل المحافظه نفسهم؟ والله يا فندم وزاره الصحه عملت حاجه جميله جدا، يعني نزلت كل الاجراءات اللي بتتم مع المتوفي بفيروس كورونا، ايه الاجراءات الصحيه اللي بتتم معاه، وكلها اجراءات يعني من خلالها ما بيتمش انتشار المرض نهائي خالص يعني. بالإضافة إنه الحاجات اللي زي كده بتزود وعي المصريين كلهم، لأنه القصة اللي حصلت عندنا في قرية في الدقهلية كانت ممكن تحصل في مكان تاني، فده بيزود الوعي عند الناس في كل أرجاء مصر، يعني مش عندنا في المحافظة بس. أخبار الإجراءات الوقائية إيه يا فندم؟ لأنه يعني في برضو بعض القرى وبعض المحافظات يعني بنكتشف فيها حالات بشكل أو بآخر، عند حضرتك الدنيا إيه؟ أقول لحضرتك على حاجة جميلة جدا، يعني فعلا. والله كان لسه النهاردة يعني السيد قائد الجيش الثاني متصل بينا ومحققين مع بعض تنسيق تعاون بخصوص عربيات القوات المسلحة اللي هتعمل رش وتطهير للشوارع والميادين العامة، تمام، وأماكن تجمع الناس، غير اللي احنا عملناه بالمجهود الذاتي كمحافظة وخلال رجال الأعمال والمجتمع المدني ومديرية الصحة والطب البصري، كل ده عملناه الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله من أول النهاردة يعني هتنزل القوات المسلحة معانا وهتعمل كمان طفرة ثانية في التطهير بالآليات بتاعتها المتميزة كعادة القوات المسلحة. ناس ملتزمة عند حضرتك بالحظر وساعات الحظر وكله؟ جدا والله يا فندم، على فكرة شعب الدقهلية من أكثر المحافظات تعليما وثقافة، والناس ملتزمين بقرارات الحظر وقرارات غلق المحلات يعني. طبعا لما بنتكلم على ظواهر زي دي سيادة المحافظ ما بنقصدش العموم، لكن بنقصد يعني الغير واعي، وبنقصد كمان الخارجين على القانون. هو حتى الان على فكره يعني ما ظهرش مخالفات صارخه خالص في المحافظه بخصوص حظر التجوال او غلق المحلات، كلها في السياق والناس منتظمه الحمد لله. تم الوعي بانه ده اخر سؤال لحضرتك، بانه او تم التوعيه بانه شم النسيم ما فيش حد ينزل في اي مكان يا فندم؟ طبعا هو التوعيه موجوده من الاول، شم النسيم حتى كمان مواقف الرحمن ساعة رمضان اللي لسه فاضل عليها 10 ايام او حاجه زي كده، تم التوعيه برضه بعدم عمل موائد الرحمن سواء جنب الجوامع او حاجات خاصه بالاخوه المتبرعين، ولكن هيتم السنه دي ان شاء الله توزيع كراتين فيها حاجات زي الرز والمكرونه والسكر والكلام ده على الاسر المحتاجه، بدون ما نعمل الاكل زي زمان في الموائد الرحمنيه. تمام، دكتور ايمن مختار محافظ الداخليه دقهلية، شكرا لمداخلتك الثمينه، وشكرا على اجراءاتك باطلاق اسم دكتوره سونيا على مدرسه من المدارس، بشكرك شكرا جزيلا. عندنا كمان يعني طبعا على حسب ما اخر احصائيات
الصحة أنه تم تسجيل 145 إصابة جديدة في فيروس كورونا، 11 وفاة، تعافي 42 مصابا، ويمكن يحصل خلال الساعات الجاية يعني تحديث لهذه الأرقام. في حالات طبعا تم شفائها، وأتمنى أن احنا في مرحلة يعني ما زلنا قادرين نتحكم في القضية، وما زالت الأزمة لم تتفاقم مثل دول أخرى بشكل كبير جدا، لكن ده هيعتمد على زي ما بنقول هنا من أول يوم على وعينا، لأنه يعني عفوا يعني أنا شايف لسه في ناس ما بتحترمش المسافات يعني اللي ينبغي ان احنا نبقى مع بعض فيها، ما زال ناس بتتكالب على السوبر ماركت. يا جماعه كل حاجه موجوده والسلع موجوده وما فيش داعي ابدا لهذا التكالب. يا جماعه الكمامات النهارده تتوزع مجانا في الميادين، انا شفت بعناية ده وانا جاي على التلفزيون. ارجو ان احنا نرتدي الكمامات، كل دي عوامل تقلل الموضوع بجد، يعني الموضوع مش هزار، يعني مش لازم لا قدر نبص على الدول، يعني هناك دول تفاقمت بشكل غير طبيعي، ودول يعني من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والوعي يعني دول كبيرة جدا بكل المقاييس، ومع ذلك تفشى فيها الفيروس بشكل، لأنه هو فعلا سريع الانتشار، ولو واحد موجود في أي مكان وعنده الفيروس ممكن ينقله للآخرين، لكن لو أنت واخد وقايتك، لابس الجوانتي، لابس قناع، بتطهر إيدك حتى لو مفيش جوانتي، لأنه أحيانا بنتعامل مع الجوانتي بشكل خاطئ بيبقى مضر أكتر منه نافع لو تعاملنا معاه بشكل خاطئ، يعني كل ده الحقيقة هيفرق معانا في المرحلة القادمة. عندنا كمان رئيس الوزراء تفقد مصنع النهاردة لإنتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية. زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم المنطقة الاستثمارية لتنمية المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، رافقه المستشار محمد عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار. طيب خليني أقول لكم يعني طبعا أنه رئيس الوزراء كمان بالطاقم اللي كان معاه الوفد المرافق خضعوا لإجراءات الوقاية المتبعة، سواء قياس درجة الحرارة لرئيس الوزراء ولكل الناس، سواء التعقيم، سواء ارتداء الكمامات والقفازات والسترات الواقية. أنا عايز أتكلم على الحالة النفسية وعلى التعامل النفسي وعلى الوعي لدى المواطنين، والحقيقة يعني صديقنا العزيز دكتور هاشم بحري الطبيب النفسي المعروف، أنا برحب بيك يا دكتور هاشم. أهلا بيك عطف، أولا كل سنة طيب يا حبيبي. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور هاشم، ومصر كلها بخير. أمين على كل الإخوة المسيحيين في مصر. أمين يا رب. دكتور هاشم يعني الـ طبعا يعني اللي بنشوفه ده يعني ما بين لو أذنت لي أني أستخدم بعض المصطلحات النفسية وأنت عدل لي يعني ما بين هلع وخوف عند البعض، ما بين حرص شديد وده في توازن شوية، ما بين لا مبالاة يعني حالة من الكلس كده يقولوا في كل وطلع المشاعر فمش عارفين حتى نحس أن في أهمية، يعني إزاي ممكن تشرح لي المجتمع المصري نفسيا مع التعامل في فيروس كورونا؟ هو دلوقتي خلينا نمشي على الناحيتين، في ناحيه اللي هي شفناها بطريقه غريبه جدا اللي هي الرفض التام زي ما شفنا مع قصه الدكتوره وقاريه. هنا انت بتتكلم على ناس عندها مخاوف اصليه. نعم. والمخاوف دي معروفه عن طريق الانتشار المرض في العالم وفي مصر بالنسب بتقولها وزاره الصحه بمنتهى الشفافيه كل يوم. صحيح. فالموضوع بالنسبه لنا عارفين ان في مشكله. دي اول حاجه. لكن المخاوف دايما بتخلي التفكير، وهي القدره الاخرى في المخ، يعني عندنا المشاعر والتفكير. لما الواحد بيكون خايف قوي التفكير بيقف، بيبقى الواحد مشلول مش عارف يعمل ايه. هنا بتبقى فرصه الناس المتربصه بان هو يحط لك شائعه في النص ان والله الخوف بتاعي ده ممكن يكبر وتبقى مصيبه
لو حصل ان في المشكله مثلا بتاعه دفن هذه السيده هنا، فيبقى انت عندك مشاعر خوف وفكره خاطئه عن طريق ناس بتدسها وناس بتروج لها، فبتعمل رعب شديد جدا جوه القريه. وعندنا حاجه اسمها قوه الجماعه، يعني لما يجي مجموعه مثلا من 20 30 واحد وينشروا الفكره بقوه، فايه اللي يحصل؟ ان تنتشر زي الموجه لما ترمي طوبه جوه البحر كده فتعمل موجه، فالناس تنتشر فيها الفكره بالطريقه دي، وده تشل التفكير فيها كمان يا دكتور، لانه يعني حتى الاقتراب اللي اقتربوه من بعض وال طبعا يعني ما ده ممكن ينقل اكتر من الشائعه نفسها. ما ده بيوريك ان التفكير متوقف اتشل. اللي بيحكم في الحاله دي هي هو الرعب. الناحيه الثانيه بقى نفس الموضوع برضو، الناس خايفه، ولكن يجي بقى على واحد يقول لك ايه يا عم سيبها على ربنا، هي الحدوته كلها انا برضو تفكيري وقف، بقت الحكايه ان انا اروح الناحيه الثانيه. عارف استاذ عاطف لما كنا في الحرب العالميه الثانيه كده تلاقي في الخنادق عسكري من كتر الانتظار ان هو هيموت لو طلع ولا عمل اي حاجه، فيجي مره واحده يروح طالع من الخندق ويجري ويقول لك هموت احسن. يعني يروح الخوف اللي جواه يخليه يعمل سلوكيات غير منطقيه. فده الناحيه الثانيه بتاعت الموقف، انه من كتر ما هو قلق فيقول لك يعني اهي يلا بجن. فالاثنين في الناحيتين بيقولوا لنا ان التفكير متوقف. طيب التعامل يعني المظبوط قوي في هذه المساله وفي هذه الازمه، كيف اطمئن نفسي؟ كيف اتعامل بانضباط انفعالي؟ كيف يعني امر بهذه الازمه دكتور هاشم؟ اول حاجه في ان انا اخلي التفكير سوي هو الشفافيه والمصداقيه في نقل المعلومات، وان انا بقول المعلومات بطريقه انا كاعلامي، انا كهيئه، اي كاي مسؤول عن نشر الفكره ما صرهاش برعب. يعني انا لما برعب اللي قدامي وبقول له انه الحكايه مرعبه جدا، اللي بيحصل ان انا بشد تفكيره. فانا رايي ان احنا بنتكلم على الواقعيه، ان الواقعيه بتقول ان الحالات عندنا بتتنقل الامراض بالشكل ده بالعداوه. وان احنا بنحرص على صحتنا وعلى صحه اسرتنا ومجتمعنا برضه بالعداوه. يعني خلينا هاديين في نقل الرساله، لانه انا لما بنقل الرساله بالزعيق والصويت اللي انا بسمعه من المذيعين احيانا او من الاعلاميين، الصويت والزعيق ده بيخلي الناس بتترعش. صحيح. لما انت ترعش اللي قدامك بالشكل ده، اي واحد ياخده من ايده يوديه في اي حته. طيب انت بتخليه يتسالك. يعني دكتور هاشم يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي قريب في الاستوديو بقى بدون التباعد الكبير اللي عبر التليفونات ده بعد مرور هذه الازمه. دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه يعني فقرتنا الاخباريه خلصت، لكن هناك فقره حواريه مع الزميله امنيه مكرم في ضيافتها الدكتور وائل النحاس خبير اقتصادي، هتكلم على تاثير ازمه فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي. بس خليني الحقيقه اذكر ما ذكره ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه مهما كانت الازمات الاقتصاديه اللي هتنتج عن هذا الفيروس، لكن البشر عندنا اهم، وتكلم على البشر مش بس المواطنين المصريين، الانسان في كل مكان. الحقيقه ده يعني اللفته الانسانيه الجميله، وايضا انا يعني بضم صوتي لصوته وبقول لكم يا جماعه ارجوك الانسان غالي جدا، واذا كنا تعاملنا مع الطبيعه بهذا الاستهتار حتى ساد كل ما هو فيروس. عندنا كورونا اخلاقيه، وعندنا كورونا في العلاقات، وعندنا كورونا في حاجات كتيرة قوي 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 علينا ان احنا نعيد النظر. يا رب يعني ترتفع قلوبنا الى السماء ونقعد نصلي كده في هذه الايام انه يجي ربنا بقى يطهر ويعقم كل النفوس البشرية. احفظ يا رب بلادي وشعب بلادي. وأمنية مكرم بعد الفاصل.
انا شايف ان الدوله حريصه جدا وقدامها العديد من السيناريوهات. لابد المصانع الضروريه والشركات الضروريه يبقى في اجراءات احترازيه لكل الناس، لكل العاملين اللي هم ضروريين في هذا الموضوع. الوباء العالمي ده واحنا في حاجه ماسه النهوض البلد بشكل عام، وفي وقت العالم كله ما كانش عامل حسابه ان حاجه زي كده تضر بالاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي. احنا على سبيل المثال في مصر، هنتكلم عن مصر، اكيد الاقتصاد هينضر ضرر شديد، واكيد علماء الاقتصاد حاليا بيعكفوا على عمل دراسات اقتصادية في ظل الوباء ده وفي ظل الجائحة اللي هي موجودة في مصر حاليا، على اعتبار يبقى في حلول وإدارة أزمة سليمة من الناحية الاقتصادية. يعني لو ما التزمناش هيأثر، التزمنا هننجح، يعني نلتزم بالقوانين ونلتزم بالقعاد في البيت ونشتغل في نفس الوقت برضه عشان الاقتصاد يقوم تاني. عشان كده لو عملنا كده الاقتصاد هيضيع مننا. اكيد الاقتصاد المصري هيتأثر والاقتصاد العالمي كله هيتأثر، بس احنا لازم نشتغل وكل واحد بيشتغل يعمل احتياطاته اللازمه بحيث ان الاقتصاد ما يقعش ونشتغل ونكمل مسيره الحياه. طبعا الاقتصاد المصري اتاثر والاقتصاد العالمي اتاثر بسبب السياحه، في السياحه وسبب الطيران واسباب كتيره، فطبعا كل المناسبه اتاثر. لو عايزين نوازن بين الشغل والوقايه من فيروس كورونا لازم نوفر للناس كمامات وماسكات واقنعهم ملابس واقيه ضد الفيروس، ممكن نشتغل في الحاله ديت واحنا مطمنين. طبعا يتاثر في ظل ان احنا ممكن لو ما اشتغلناش، ولكن ان احنا ممكن في رايي ان احنا نشتغل برضو نشوف اشغالنا، وفي نفس الوقت ناخد احتياطاتنا الكافيه جدا ان احنا نحافظ على نفسنا. اهلا بيكم مره تانيه في هنا ماسبيرو. الحقيقه النهارده بنفتح ملف هام جدا، ملف الاقتصاد وكورونا. سنتوقف امام ما يحدث في العالم من ركود اقتصادي، سنتحدث عن الاقتصاد العالمي، سنتحدث عن تغيير الخارطه الاقتصاديه لبعض الدول، ايضا سنتحدث عن الفئات الاكثر تضررا. النهارده بيسعدني وبيشرفني ان يكون معايا دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور ومنورنا النهارده في الاستوديو. مساء الخير واهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. يعني خليني ابتدي مع حضرتك في البدايه كده، ان العالم كله تعرض في 2008 الحقيقه لهزه اقتصاديه قويه، لكن بعض المحللين الاقتصاديين شايفين ما يمر به الان العالم اقوى بكثير. بالفعل احنا في 2008 تقريبا الازمه دي كانت اسمها ازمه ماليه، ودي كانت نتيجه الرهن العقاري والتمويل العقاري والتوريق اللي ضرب اسواق العالم بالكامل، فبالتالي حصل البانيك او الكراشنج للعالم بالكامل بسبب هذه الازمه. لما احنا بنتكلم النهارده الازمه اعنف واقوى، ليه؟ لان هي النهارده الازمه اقتصاديه وليس ازمه ماليه. فهي الاقتصاديه يعني النهارده تقريبا بتهم جميع حياه المواطن المصري او المواطن العالمي بالكامل في كل اوجه الاقتصاد او اوجه المعيشه او اوجه الحياه. فبنتكلم النهارده الالام والتضرع بتاع الازمه النهارده اقوى ومرارته اقوى من الازمه الماليه، وبالتالي حتى فتره النهارده انك انت تقدري تحسبي هتخرجي منها قد ايه. احنا خدنا في 2008 اربع سنين تقريبا، فالازمه دي ممكن تطول بينا اكتر، ولكن ربما ان يكون النهارده اجتياح الكورونا للعالم بالكامل او حرب الكورونا كما تدعو هي بالفعل سرعت من وتيره الاثار السلبيه بالنسبه لهذه الازمه، وهتساعد لتساقط كتير جدا من اوراق هذا الاقتصاد عشان نقدر ان احنا نشوف الاقتصاد اللي جاي شكله عامل ازاي واثاره السلبيه على كافه انحاء العالم هتبقى عامله ازاي. ولكن خلينا نقول بمنتهى الصراحه، احتمال الأزمة دي هتبتدي النهاردة تديني نوع من أنواع الرؤية الجيدة. احنا بنقول ان احنا من سنة 2008 حتى الآن كنا بنعالج الاقتصاد بالفعل غلط، فأصبحت هناك المؤشرات الاقتصادية مؤشرات غير حقيقية. يعني بنشوف معدلات نمو مثلا الصين ما قبل 2008 كانت معدل النمو بتاعها 10%، فبالتالي انخفضت معدلات النمو من 10% حتى 6% في 2019، ولم بالفعل ينعكس حتى 6% دي على الصين نفسها كدولة في معدلات الناتج المحلي بتاعها وما شابه ذلك. فبالتالي احنا بنتكلم النهاردة ان الهزة العنيفة دي من الممكن تخلي بعض الدول انها تعلن عن مؤشراتها الاقتصادية الحقيقية ومعدلات النمو الحقيقية اللي هي تتناسب وتتساجم تنسجم بالفعل مع تطورات الاقتصاد بتاعها، وليس ان هناك بالفعل عملية احصائية فقط لغير. فتيجي تلاقي النهاردة دول عمالة تعلن عن معدلات نمو مرتفعة جدا، ولكن مفيش اي نوع من انواع الاثر الايجابي واخبارك داخل هذه الدولة داخل اقتصاد هذه الدولة يعبر عن هذه المعدلات. طيب يعني يا فندم معنى كلام حضرتك ان احنا امام تغيير قوي جدا في الخريطة الاقتصادية في العالم. سنجد ان هناك دول عظمى الحقيقة بيقل اقتصادها
وبشكل قوي جدا، ويمكن يكون قدامها وقت طويل جدا حتى تتعافى اقتصاديا. ولو خدنا مثال كأمريكا مثلا، ونجد ان بعض الدول ابتدت ان هي تدخل، مش عايزه اقول في التعافي، لكن زي ما حضرتك قلت انها بتحاول انها تجد لها مخرج زي الصين. شكل الخريطة الاقتصادية فانتم هيكون شكلها ايه، وخاصة مع الدول النامية؟ بصي، اللي احنا كنا في 2019 بنتوقع ان في ازمه ماليه، بالازمه اقتصاديه بالفعل هتضرب العالم في 2020. يعني بدون اي يعني تجميل للواقع، احنا بنقول ان 2020 في ازمه وهتبقى تقريبا في الربع الاول من السنه، وده بالفعل نهائي تمام تمام، وهي بالفعل تقريبا ما حدث بالفعل. وكنا كاتبين حتى او في بعض البرامج قلنا هتبقى في الربع الاولاني من 2020، وجينا في شهر 11 عشان نبقى صراحه برضو ان المسؤول عن البترول الروسي اعلن ان برميل البترول هيوصل لقيمه 25 دولار في 2020. يعني معنى كده كان في استنتاجات وفي ارقام سابقه ما اثر الكورونا او اجتياح الكورونا او حرب الكورونا وزي حضرتك ما عايز اسميها من اجتياحات، تمام. فاحنا بنتكلم المؤشرات النهارده السلبيه سبقت العالم. استغلال بقى النهارده الكورونا او احداث الكورونا او مرض الكورونا او فيروس الكورونا انها بالفعل تسرع من الوتيره بتاعه الانهيارات الاقتصاديه دي، من الممكن يكون لها عامل ايجابي وعامل سلبي. انما احنا بنتكلم لو قلنا العامل الايجابي والسلبي، لان مثلا احد المحللين الاقتصاديين الحقيقه بيتوقفوا امام امريكا وقال ان هم استغلوا فكره كورونا نتيجه لتدني الاقتصاد عندهم في حال ما سيحدث والان حتى. مش امريكا بس، منطقه اوروبا بالكامل. احنا بنتكلم من شهر 7 تقريبا شفنا الخروج في الشوارع في داخل فرنسا وداخل انجلترا وداخل ايطاليا، وفي تعثر لايطاليا من شهر 8 اللي فات، وكان في تهديدات من حزب الخمس نجوم ان هو بالفعل ممكن يلجا لعمليه الاستدانه. يعني احنا بنتكلم ان في تعثر داخل الاتحاد الاوروبي، وخبالك كان واضح جدا، وداخل منطقه اليورو شايفين سرعه النهارده رغبه انجلترا انها تتخرج من الاتحاد الاوروبي قبل انهياره، شايفين النهارده بدايه محاكمه ترامب في اول يناير، شايفين الحرب ما بين الصين وما بين امريكا على موضوع اللي هي الصادرات والواردات وما شابه ذلك، اول اتفاقيه جمركيه اللي تم توقيعها في اول السنه. كل العوامل دي بتدل ان العالم عارف ان في ازمه جايه، والعالم عارف بالفعل ان هناك بعض الاتفاقات اللي ممكن ان الجميع تقريبا يتوارى عنها او يعمل نفسه مش واخد باله منها عشان يقدر يعدي المرحله. كل الكلام ده كله تقريبا كان سابق الفتره الزمنيه اللي هي ما قبل اجتياح الكورونا في 19 فبراير، او الفزع الرهيب جدا اللي ضرب اسواق المال العالميه بالكامل والاقتصاديات في 19 فبراير. الجميع كان يعرف ان هناك بالفعل ازمه حقيقيه، حتى الدوله المصريه كان عندها خطوه استباقيه بالفعل في فكره عمليه اعاده تعويم المصانع المتوقفه والمتعثره وما شابه ذلك. يعني احنا بنتكلم ان كان في بالفعل مؤشرات اقتصاديه بتقول انت داخله على ازمه ما. انما لما نيجي نتكلم النهارده هل الدول بالفعل حتى الان اتضحت الرؤيه بتاعتها؟ لا، ما فيش. ليه؟ لان الهلع والفزع زود من حجم الخسائر اكتر طبعا. لما بنشوف ان في الفتره ما قبل، او نحط تاريخ بالظبط 24 فبراير و27 مارس، 24 فبراير كان ترامب بيقول لك ان انا حاطط 4 مليار دولار عشان اعالج بيهم مشكله الكورونا، في 27 مارس قال لك انا هحط 2 تريليون دولار عشان اقدر انا اعالج بعض المشاكل السلبيه. معنى كده انك انت ما كنتش عارفه الحجم الحقيقي نتيجه الازمه هتحصل ايه او توصل معاك لغايه فين. ده بالفعل بينطبق على العالم بالكامل. شفنا الصين النهارده بتعمل رود شو او بتعمل النهارده عمليه ترويج ليها في الجيل الخامس، انسان آلي بيعالج المرضى، انسان آلي بيشوف الشوارع، انسان آلي النهارده بينقل البضايع من مدينه لمدينه. احنا بنتكلم النهارده ان حتى الصين وهي بتتكلم انا كنت جاهزه بالجي 5 اللي عامل مشاكل العالم بالكامل، وكانت الحرب ما بين تقريبا امريكا واوروبا نتيجه دخول احدى شركات الاتصالات في هذا المجال. فبالتالي احنا بنتكلم النهارده كل دوله قدرت انها توضح رؤيتها للازمه ازاي. ولكن الفخ اللي وقعت فيه امريكا وقعت فيه الولايات المتحده لاوروبا بالكامل، وهي دي الحته اللي احنا بنتكلم عليها بقى. هي العالم دي كان بسماعتي التليفون لا قدر الله وانت هناك في اي وقت تلاقي الاسعاف جايه بعد دقيقتين. ايه الانهيار في المنظومه الصحيه دي بالكامل؟ ايه الانهيار في القطاع المصرفي ده بالكامل؟ ايه الانهيار النهارده في المصانع والعماله ده بالكامل؟ ده ادى رؤيه مهمه جدا ان احنا مش كنا مخدوعين. الناس دي كانت بتتبع اسلوب مهم جدا، ولازم برضو احنا نستفيد من الخسائر او من الضربات اللي ضربت العالم دي في ايه؟ لما بتيجي تعملي منظومه صحيه بره وتيجي تلاقي دقيقتين تلاقي عربيه الاسعاف تحت البيت، ده معنى كده ان هو كان شغال على نسبه الريسك بتاعه قد ايه. نسبه بتمرض في السنه 15% 20%، انا بعمل النهارده توليفه عشان اخدم على النسبه دي او فيها بحاجه بسيطه سنويه، تمام. ما عملش مثلا لل100 مليون بني ادم، كانش عنده توقع. ايوه. فهو كان شغله كله على ال 15 او 20% اللي انا اوفر لهم خدمه خلال دقيقتين تلاقي العربيه على طول. تروح اي مستشفى تلاقي خمس نجوم، تلاقي النهارده الاعداد المطلوبه. انما ما كانش عامل حسابه النهارده فوق الهاي ريسك بتاعه.
فالعالم ده كان بيخدعنا ان انا عندي منظومه صحيه جيده جدا، عندي منظومه تامينيه جيده جدا، عندي رعايه صحيه جيده جدا، كل الكلام ده كله كان شغال على نسبه الريسك فقط لغير. الحقيقه برضو كانت الصدمه بالنسبه لبريطانيا الحقيقه ان برضو ما يبقاش عندهم هذا الوعي الطبي الشديد، وما كانش عندهم الخطوه اللي احنا خدناها الاستباقيه من اجل هذا الفيروس. بالفعل، فاحنا بنتكلم الفرق بقى ما بين العلاج بره والعلاج هنا ان احنا بالفعل لما كنا بنعمل المشروع بتاعنا الصحي على ال 100 مليون او عدد السكان بالكامل، اي نعم ما كانش بنفس الشكل اللي بيتعامل بيه بره، بس انا طلعت صح اكتر منهم. انا ما وصلتش لمرحله ال 100% زيهم، بس انا وصلت لمرحله ال 100 مليون مواطن، مش ال 15% اللي من عدد المواطنين اللي عندي اللي انا بنيت عليهم كل المنظومه دي كلها. فده الفرق ما بين جوه والفرق ما بين بره، والفرق هنا ان انا عندي مسيطر على عدد الاصابات ومسيطر على عدد الوفيات، بره مش قادر يسيطر لان زي ما قلنا بالفعل ان هم كانوا بانيين كل الخطه بتاعتهم او الهاجس بتاعهم على نسبه الريسك بتاعتهم ال 15 او 20%، فبالتالي هنا سقطت الاقنعه وسقطت الانظمه داخل اوروبا وداخل الولايات المتحده الامريكيه لشغلهم النهارده الخاطئ، وكانوا بيصدروا لنا صوره ثانيه وبيحاسبونا على كده ان احنا مش عاملين خدمات تامينيه صحيه للناس دي، مش عاملين النهارده رعايه صحيه جيده للناس دي، في تردي مش عارف في حاله كذا، انما لما نيجي نحسب الحسبه ونحسب مصاريف، لا انا صرفت اكتر منك، لا انا جهزت اكتر منك، تمام؟ دي الحته اللي برضه عايزين نلفت بيها النظر، فبنتكلم ان المفروض ان الراسماليه ابتدت تهاوى، انما في اخر 48 ساعه ابتدينا النهارده نتخوف، ده مش تهاوي للراسماليه. ده ربما نلاقي توحش للرأسمالية طبعا، ولازم العالم ياخد باله العالم اللي جاي. احنا ممكن نخش على نظامين يتحدوا بعض الفترة اللي جاية واحنا مش عارفين هنروح على فين. ايه هم يا فندم؟ النظام ممكن نرجع للنظام اقوى من اشتراكية ونظام الدولة الشمولية تمام، وده هيبقى اعنف في معاملاته واعنف في طريقته وفي العلاج وما شابه ذلك، والنظام الرأسمالي المتوحش. شفنا تهديدات النهاردة الرئيس الامريكي لبعض الدول العربية في حالة لو ما قدرتش انها تخفض المنتج النفطي بتاعها ممكن يتعامل معها ازاي. شفنا النهاردة بعض الدول اللي هي زي الصين وروسيا النهاردة في عملية تطور التكنولوجي ان المواطن عندها هيبقى 24 ساعة تحت الرقابة. دي مشكلة رهيبة. فمعنى كده ان احنا داخلين يا اما على نظام شمولي وده هيبقى أسوأ من الاشتراكية وتبعياتها، ويا اما هنبقى داخلين على نظام برجوازي او رأس مالية متوحشة هيبقى اعنف بعد كده، اللي معايا واللي مش معايا هيبقى ضدي. فمعنى كده لو ما قدرناش ان احنا نوجد بالفعل مساحه النهارده جيده جدا ونوجد رؤيه لينا في مساحه خضراء، اعتقد ان احنا نبقى داخلين على عالم ممكن يتصارع، ممكن يبقى المحصله بتاعته الهوية. يعني كلام حضرتك دكتور وائل ان رغم التهاوي لبعض الدول، لكن هناك زي ما بيقولوا كده ان هم لسه عندهم خط دفاع قوي ممكن انه يتم استخدامه، لكن دورنا احنا ايه الحقيقه كدول عربيه ودول نوميه وسط هذا الصراع القوي، خاصه زي ما قلت لحضرتك مين الدول اللي هتبقى اقتصاديا في المصاف الاول، ومين الدول اللي هتختفي تماما من على الخريطة الاقتصادية في الفترة القادمة. نمرة واحد، السياسة هتفرض الكلمة بتاعتها. أنا شايف الاقتصاد الأمريكي في حالة عدم تنفيذ صفقة القرن، يعني ترامب بيترنح في الفترة الأخيرة، فبالتالي وجود الديمقراطيين خطر على الإنجليز، وأنا شايف إن الاقتصاد القادم هو الاقتصاد الإنجليزي، بغض النظر بقى موضوع جونسون إن هو دخل وخرج وابتدى، يعني أنا شايف حتة الإعياء دي ده سيناريو مفروض على الشعب الإنجليزي مع احترامي للمرض أو مع احترامي لكل الشخصيات. أنا شايف في خطورة النهاردة ممكن تقابلنا في حالة واحدة بس، إن في سحب لبعض الأموال اليهودية أو اللوبي الصهيوني من الولايات المتحدة الأمريكية وابتدت تروح لإنجلترا. وانجلترا بالفعل ان تملي كان تقريبا الديمقراطيين بيصدوا الطيارات الاسلاميه او اللوبي الاسلامي، فبالتالي الاموال ده ايضا من بعض الدول الاسلاميه اللي هي رعايه لهذا اللوبي ابتدت تحول اموالها مره اخرى لانجلترا. ومش يعني هينسى من كلام حضرتك يا دكتور ان ما زال اللوبي الصهيوني بيلعب دور قوي جدا داخل البيت الابيض ومسيطر بشكل قوي لتحويل بعض المبالغ الماليه الى اسرائيل وبشكل هو قوي لتقويه الاقتصاد. هو المساند للنظام للحزب الجمهوري رغم ظروف ما تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية. لا هو مساند للحزب الجمهوري بصفة مستمرة، وده كانت فكرة الديمقراطيين ان هم يخلقوا لوبي ايضا منافس للوبي الصهيوني وابتدعوا اللوبي الاسلامي. فاحنا بنتكلم النهارده ان الحتة النهارده مين اللي معاه فلوس في العالم. ايوه نخلي بالنا مين اللي معاه الكاش. الكاش مع الطيارين اللوبي الاسلامي واللوبي الصهيوني، فبالتالي النهارده انجلترا ابتدت تستقطب هذه الاموال، وبالتالي النهارده كانت بتحاول انها تسرع من خروجها من الاتحاد الاوروبي عشان ما تتحملش خسائر اكتر من اللازم، واخبالك وهي داخله على مرحله انتعاش اقتصادي الفتره اللي جايه. فانا رؤيتي الشخصيه ان انجلترا بسياستها وادارتها للارض الحقيقيه منذ 1900 حتى الان اعتقد ان هي الاقتصاد اللي جاي الفتره اللي جايه. ولكن بوجود النهارده تكنولوجيا زي التكنولوجيا الصينيه اللي هي الجيل الخامس، اعتقد هيبقى لها النهارده مساحه
من برضو من الرؤيه الاقتصاديه او مساحه النهارده او زراعة اقتصادي موجود. ولكن الصين النهارده زي ما قلت لحضرتك ربما ان تتحول الصين لشيء النهارده صعب جدا ان الشعوب تقدر تتحمله، ويبقى النهارده المنطقه دي منطقه توترات بصفه مستمره في الفتره القادمه او في المستقبل القادم. ولكن بزوغ النهارده انجلترا الفتره اللي جايه واعاد عمليه مره اخرى اعاده توزيع المنطقه، او عمليه النهارده التقسيم المنطقه زي ما كان بيقال في الماضي، واعاده مره اخرى طرح النهارده اقتصادياتها على العالم بكامل، اعتقد هيبقى في النهارده ملفات مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، وهي عمليه الاستثمارات في المنطقه تبقى شكلها عامله ازاي. هل النهارده هيتم استقطاب النهارده كل دول النهارده البترول اللي عندها بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه، فبالتالي يتهاوى العمله او الدولار الامريكي، فبالتالي في عمله جديده وهي عمله الليبرا وهي عمله الفيسبوك، هي اللي تبتدي نبوغها يبتدي يظهر في الفتره القادمه، وهي تقريبا بتبتدي تحط النهارده خطواتها الاولى تقريبا لظهورها على العالم الفتره القادمه نفس بدايه طريقه الدولار الامريكي. فبالتالي النهارده المجموعه بتاعت الليبرا كلها ابتدت من سويسرا، من الممكن ان تتحول لان معظم الشركات المؤسسه هي شركات يهوديه تتحول فيما بعد الى انجلترا، وبالتالي يكون العمله النهارده البديله للدولار الامريكي هي عمله الليبرا. وشايفين العالم بالكامل عمال بيتكلم على عمليه الشمول المالي وعمليه ان احنا كله هيبقى عن طريق ان احنا بنحول الكتروني وما شابه ذلك، العمله دي ايضا هتبقى عمله الكترونيه مشفره. فبالتالي من الممكن ان احنا العالم بيجذبنا بطوء واحنا مش عارفين رايحين لغايه فين، نكون نتجه بالفعل للتعامل الالكتروني عن طريق العمله الاخرى اللي هي الليبرا. والليبرا النهارده بتحل مشكله العالم بالكامل، عندك نقص في الدولار انا مش مشكله بالنسبه لي، انت هتتعاملي بعملتك، فبالتالي هتحل مشكله الدول الناميه اللي عندها مشاكل في العملات الاجنبيه او مواردها الاجنبيه، لانك هتتعاملي بالورقه بتاعتك الماليه بتاعت الدوله. طب حجم الورقه يا فندم ده اللي هياثر علينا اقتصاديا، وقيمه الورقه الماليه امام باقي الاوراق، ده اللي هيخليني اسال حضرتك احنا فين الدول العربيه من كلام حضرتك؟ انا شايفه ان ما زال الدول العظمى الصناعيه هي اللي في المصاف الاول في الخريطه الاقتصاديه، احنا دورنا هيكون ايه في القادم يا فندم؟ الفتره اللي جايه انا في وجهه نظري الشخصيه ان مصر واخده شكل مميز شوية عن بقية دول العالم، واعتقد ان النموذج المصري ده لازم يعني الرؤيه بتاعته يتم بالفعل النهارده اظهارها للعالم، لان ده كان نموذج ناجح. وهو انا في وجهه نظري الشخصي ان بعد 2011 مصر مرت تقريبا بسحب استثمارات رجال الحزب الوطني، فبالتالي عندي مؤسسات الوطنيه دخلت سدت الثغره دي، عندي بعد 30/6 سحب استثمارات الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاميه، عندي المؤسسات الوطنيه دخلت سد الثغره دي، فبالتالي حصل استقرار داخل الشارع المصري سواء في الامن الغذائي في الامن القومي في كافه انواع الاستثمارات. الدور ده النهارده امريكا بتحاول تعمله في اللحظه دي، ان الجيش بتاعها ومؤسساتها الوطنيه هي اللي نزلت الشارع النهارده وهي اللي بتحاول تؤدي دور القطاع الخاص. انا عندي مصر نجحت في الفتره ما بين 25 يناير حتى الان انها ما تحصلش مشكله كبيره جدا داخل الاقتصاد المصري او داخل سحب الاستثمارات اللي تم سحبها من الاجانب، هي كانت البديل في ظهر كده بالتعاون مع القطاع الخاص. وده الدور لازم نظهره للعالم ان هناك مبدا جديد من الممكن بدل ما نروح للراسماليه المتوحشه نروح للراسماليه الوطنيه، وهي دور مؤسسات الوطن مع القطاع الخاص. اعتقد ده اللي فاضل. ليه؟ لما جينا النهارده شفنا رجال الاعمال الاجانب او حتى رجال اعمال احد التيارات الوطنيه او حتى الدينيه وما شابه ذلك سحبت استثماراته اللي هي كانت كاش، انما رجال الاعمال الوطنيين اللي هو كان عندهم مصانع بالفعل ما قدرش يفك المصنع ويمشي، ما قدرش يسحب استثماراته ويمشي، قاعد في الدوله المصريه ومكمل بغض النظر عن الاحداث من خسائر او ما شابه ذلك، وكمل لغايه النهارده ما ابتدى يعوض الخسائر بتاعته. بالتعاون النهارده من المشروعات القوميه اللي عملتها الدوله المصريه بمؤسساتها الوطنيه اصبح النهارده في انسجام وتمازج، يعني حتى الناس بيعاتبوا علينا يقولوا لنا ايه؟ لا اصل كنتوا المؤسسات دي بتاخد القطاع الخاص وشغل، يا جماعه بالراحه بس انا عمري ما شفت المؤسسات دي استوردت من بره، ده عن طريق القطاع الخاص. عمره ما شفت المؤسسات دي بنت ده عن طريق القطاع الخاص. فبالتالي لازم نودي الصوره للعالم ان الراسماليه الوطنيه ده النموذج الناجح لمصر قدرت انها تعبر بيه 25 يناير وتعبر بيه 30/6 ونوصل بيه لغايه النهارده. واعتقد الازمات بتاعتنا اللي هنمر بيها نتيجه الازمه الاقتصاديه الجديده دي ممكن ان احنا نمتصها او نتاثر بيها قليلا وليس بعنف كما حدث في العالم بالكامل. فالنموذج ده لازم يروح للعالم. النظام الاخر المتبع حاليا والصين شبيهه ليه هو النظام الراسماليه القوميه، هم مسمينه الان قوميه، ولكن قبل دخول الجيل الخامس، لو دخل الجيل الخامس هنا تتقلب الى شموليه اللي احنا قلقانين منه او خايفين منه. عشان كده بنيجي نقول ايه؟ لازم اعاده بلوره الرؤيه المصريه بالفعل، الراسماليه الوطنيه، ليه النهارده ما تحصلش الكلام ده كله في احدى الدول العربيه؟ وليه ما تتبناهوش جامعه الدول العربيه؟ ويبتدي تطبيقه داخل منطقتنا العربيه النهارده ان هناك راسماليه وطنيه، ويبقى عندي النهارده صناديق النهارده عربيه بالفعل تمول الراسماليه الوطنيه، وتبتدي النهارده تنتشر وتتوسع بهذه الفكره الجديده اللي تقدر انه تعمل نوع من انواع التوازن ما بين الدوله وما بين القطاع الخاص وما بين المستهلك المواطن. عندي اسئله كتيره جدا يا دكتور بس للاسف وقتي انتهى. سؤالي الاخير لحضرتك ان انا الحقيقه قريت تقرير ان ممكن يحدث تعافي
للاقتصاد العالمي في الربع الاخير من هذا العام. راي حضرتك ايه في التقرير ده؟ لا احنا بنقول التعافي اللي جاي ده مش معناه ان الدنيا خلاص بقت وردي، لا ده نتيجه البانيك اللي حصل او الكراشنج او الازمه اللي حصلت، فممكن يحصل لها ارتداده، ولكن ليس يعني احنا بنقول ارتداده تصحيحيه، ولكن حتى الان احنا لسه واخدين الاتجاه الهابط في العالم بالكامل. الأسوأ ما زال حتى الان بالنسبه للتصريحات العالميه قادم، وحتى بالنسبه للدول العظمى لسه حتى الان الأسوأ قادم. مش هتقدري تحسبي خسائرك الحقيقيه الا بعد مرور 13 شهر من 19 فبراير. هتقدري تقولي مدى تاثيراتك قد ايه، وتقدري تقعدي تستحملي قد ايه عشان تقدري تعالجي. احنا بنتكلم في 2008 قعدنا 4 سنين عشان نعالج الكلام ده، وفي ازمه ماليه. انت بتتكلمي النهارده ازمه اقتصاديه، يعني هتقعدي ممكن اكتر من كده. احنا بنتكلم بعد الحرب العالميه الثانيه الدول العالم عشان تتفق قعدت على الترابيزه 50 سنة. فاحنا بنتكلم النهارده هل ستنهار بعض المؤسسات الكبرى زي صندوق النقد الدولي البنك الدولي؟ ما اعتقدش، ولكن انت داخله على انظمه لو ما تمش بالفعل النهارده القعده على الترابيزه والاتفاق عليها ممكن تتوحش هذه الانظمه عشان تقدر تعوض خسائرها. فاحنا عايزين النهارده نبتدي يبقى لنا رؤيه، والدول العربيه يبقى لها رؤيه بالفعل، عشان يبقى بالفعل الرقم النهارده كبير يقدر العالم يتفاوض عليه. اكيد اكيد. دكتور وائل يعني نورتني يا فندم، واسمح لي ان يكون ده فتح فقط لمشكله الاقتصاد في العالم، ويكون لينا لقاءات قادمه توضيحيه اكتر للمشاهد. بشكر وجود حضرتك معايا يا فندم، الف شكر. شكرا لوجود حضرتك معايا. الحقيقه احنا معانا بيان هام جدا الحقيقه خاص بوزاره الاوقاف، وهو خاص بصلاه الغائب. هنتوقف امام هذا البيان. معي على الهاتف الان رئيس القطاع الديني لوزارة الأوقاف. مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. يا فندم خليني أخذ من حضرتك توضيح خاص بهذا البيان. بيان معالي الدكتور الوزير محمد مختار جمعة اليوم في صلاة الغائب، وهي لمن لم يتمكن من أداء الصلاة حاضرا، وحتى لا يحدث تزاحم وتدافع وحرص كبير على أداء هذه الصلاة قد يكون سبب هذا التجمع في نقل الفيروس وانتشاره. معالي الوزير قال من الممكن أن يستعاد، لأن مسألة صلاة الجنازة هي من فروض الكفايات، وفرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فبالتالي الآخرين قد لا يتمكن جميعهم من أداء الصلاة، وحتى لا يحرم من ثواب أداء صلاة على غائب، خصوصا انه الاعداد التي يعني ترحل وتقدم وتستشهد في من هذا الميكروب اعداد تصل الى 5 إلى 7 إلى 10 أشخاص، فمن الممكن حتى تعم الفائده ان يصلى عليهم فرادى وتصليها غائبا، سواء كانت في بيتك او في عملك في اي مكان وفي أي وقت كان، وهذا قطعا للجماعات المتطرفة التي تريد أن تخص يوما ما بعينه أو ساعة معينة بعينها من أجل أن تزايد وتتاجر بالدين وتجمع بعض الناس في أماكن قد تستعمل استخدام سيء. فلذلك نحن نقول أنها مشروعة صلاة الغائب لمن لم يحضر الصلاة ولم يتمكن من أدائها حتى يأخذ الثواب، ومنها عظة وعبرة للأحياء الذين هم قد يكون يعني الإنسان من هنا يستشعر أنه ليس بعيدا عن هذا المرض، وأنه يعني الله لا يقدر ذلك. أكيد الجميع أكيد. يعني ممكن يصاب بهذا، فلذلك الجميع يستشعر بحجم المسؤولية، ومنها أيضا رسالة للجميع أنهم يتقوا هذا الميكروب، يتقوا الاحتكاك والتجمعات ويأخذوا بالمحاذير الطبية التي قالت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. شكرا يا فندم، ألف شكر للتوضيح. وبكده بتكون حلقتنا النهاردة انتهت. غدا أسرة جديدة من هنا ماسبيرو.